اهلا يا بنات، شو احوالكم؟ ان شاء الله بس عليكم. اليوم حبيت نعمل لكم فيديو هكا سريع سريع للروتين نتاع الليل نتاعي. كيفاش دونك من غسول، من كريمات، من الحاجات اللي نستعملها في الليل. الوجهي سورتو كو نعاود نقول اللي اني وجهي راهو ميكست، دونك الحاجات باش نستعملها للوجه الميكست، وخاصة في الفترة هذه شوية بدا يطلع لي حبوب جو كخوا من الكليما ومن الطقس ومن تغير الطقس، شوية الهرمونات قاعدة تلعب فيا أوسي. دونك فوالا، دونك سي أون فونكسيون دو سا جو شونج ما روتين. دونك نبداو. دونك البنات أول حاجة نستعملها نحي المكياج بال فما سواء تستعمل دي لانجيت، سواء نستعمل اني نستعمل هذا من عند مايبولين اللي مخلط شوية بالزيت، خاطر اني نستعمل المكياج كيكون مرات مضاد للماء. دونك اسهل لي نحيل المكياج بسرعه وما غير ما نحط نستعمل برشا ديلانجيت واحده تكفي. شويه على عيني الرقبه، ديما نحط اني على الرقبة وهني. دونك البنات كيما تشوفوا شوفوا عندي حبة هوني وعندي هني زادة واحدة. دونك اون سو مومون شوية الهرمونات ايجيمي فوالا. دونك فو مافي كومبريز لي في. دونك نستعمل جيل نيتوايون بور ريدوير ان بو لي امبيرفيكسيون اللي طلعت لي. دونك سي بور سا ديما الجيل نتاعي الغاسو ديما نبدلو اون فونكسيون دو فريمون ليتا دو ما بو. معنا مرات ما عنديش حبوب بشرتي صافية نستعملها غاسو العادي، مرات كنحس وجهي دهن اكثر من اللازم نستعمل اني ما بو فريمون رياجي بوكو اون فونكسيون دو كليما لي زورمون لو ستريس. دونك كل شهر برسك نبدل لا روتين نتاعي ان كان نتاع النهار ولا ان كان نتاع الليل. دونك باش نستعمل الغسول هذا من عند نوتروجينا ا باز دو سي ان جيل نيتويون ا باز دو بامبلموس روز، سي سورتو بور لي بيتيز امبيرفيكسيون اللي عندهم دي بيتي بوتون. دونك دونك البنات بعد ما غسلت وجهي مليح ونشفته، دونك باش نحط سوا ماء الورد اذا عندك كيما كنت نستعمل قبل، اما انا ما عادش عندي ماء ورد. باش نستعمل تونيك من عند نيفيا بور بو نورمال ميكس. دونك نحطها على كامل الوجه باش تعطيني فريشير. نحط ديما على الرقبه وديما نحط شويه على الصدر على خاطر ديما المكياج المنطقه هذيك. دونك فانتو. دونك بعد ما نحط التونيك ولا ماء الورد اذا ما عندكش تونيك، هذه من نيفيا. دونك نحط لكم اللي استعملته الكل في البار دانفو باش نوريكم شنو باش نستعمل كريمات ايدغاتونت للبوم تاعي خاصه الغوتي. بالنسبه للكريمات والسيروم اللي نستعملهم، نعرفش البنات كنتذكروا وقتها مشيت عند سيبل كلينيك سونتر ديستيتيك، وقت عملت لي دياغنوستيك على البشره نتاعي تذكروا كلي بالضوء باللي لوميير وكيفازيت. دونك وقت قالت لي لي بشرتي تستحق شويه اكلا، وقتها كان عندي زادة ان بو سيرن، ونصحتني برشا بالفيتامين سي وعطاتني امتيت كريم ايدغاتونت اوسي ابروبريي. بالنسبه للفيتامين سي عطاتني جيل كيما هكا جيل البنات، ماكش محتاجه تستعمل برشا دو بيتي بشيت سافي، نحطها على كامل الوجه اي نحطها شويه على الرقبه اوسي اي جيتال لو تو بار دي بيتي مساج بالطريقه هذه. دونك فيتامين سي اي فيتامين اش بو ليكلا دو لا بو جيتال لو تو. دونك البنات ان فوا حطيت لك الفيتامين سي ديجا وقت اللي تحطه تحس بشرتك انها تشدت، معناها سا تو دون ان ايفي je veux pas dire lifting mais vraiment t'as cette impression là parce que gel qui chire tu sens que j'ai que le haut majdoud ma alina. Donc ça vraiment ça en plus frais quoi ça. المهم بعد عطاتني كريمه كيما هكا البنات، الحاجه الباهيه فيها اللي تستعمل للوجه
وما تستحقش تستعمل كمية كبيرة. ولل تحت العين ça diminue les cernes. Donc pareil, je vais faire un petit massage pour pénétrer tout ça. Top top تحت العين. ونسحب هذا الفوق. Donc ça hydrate هذه et ça permet pour les cernes de les diminuer les bnettes. البنات هكا نكون كملت الروتين نتاعي، وجهي مشدود، فزاتي جوي، ان شاء الله الحبه هذه بركة تتنحى، الخطرة عملت لي ازمه في حياتي المكياجيه، لكن ان شاء الله تتنحى. نحط عليها كحويجه هكا قرفه وفزات، ونحكي لكم عليها معكم دي بتي زاستيوس باش نحي شويه الحبوب وتشيحهم. بالنسبه للكريم البنات اللي استعملتهم، ان كان الجيل نتاع الفيتامين سي، ولا ان كان نتاع الحويقه اللي تحت العين، والكريم هيدراتونت، هذه سي دو زون ان، دونك سي تري بيان. تحتاج فريمون تستعمل كميه صغيره، دونك يشدوا معاك فريمون ان لونغ بيريود. في الميد البنات ماركه ما تتباعش في اون فونت ليبر، دونك اني لقيتهم عند السونتر استيتيك سيبل كلينيك اللي قاديت عندهم الدياغنوستيك نتاع وجهي المره اللي فاتت. ديجا اي سون ان تران دو فار اون بروموسيون، دونك سي تري انتريسون نيفو دي بري. و فريمون تلقاو لكل مشكل بشره تلقاو عندهم ان غروند كوليكسيون، ان جام كومبليت. فوالا البنات ان شاء الله تكون فادتكم.